محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله بهم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواهر ومن خيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناكي تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن دمائر غافر لغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما ربي اكشف العلم النافع واجعل حياتي من شقاء مانع اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كسب سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدى لي قد لدى تفكر العزم يا ربي بكن وتعصم القلم يا هب لي يا اكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الايات هب لي كوني بشر كل من يتوب ولزواهر ابي مع الغيب قبولا اكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والافات حتى ادخل الجنه التي وعد المتقون برحمتك يا الرحمن يا رحيم على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى واغفر لوالدي وترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي لو العلا والسبق وبظهوره تبان الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال يا من به الاتصال وكرما وقيدا انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل على الذي به خلقت الخلق وكرما به محوت الفسق سيدنا محمد والآل وصحبه لكملة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد فكلكني صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يطعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام على الذي يطعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام ليا يكون تابعا في الكل لكونه فوق جميع التمني سيدنا محمد والآل وصحبه يا معطي النوال وقتلاتي هذه إليه وقتلاتي هذه إليه مطية مقبولة لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيرها مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلا إليك وصاحب الوسيلة سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المعالي يا من بي قاتل عدايا ولي وابتكر من هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتكي على المتبع المجمل البكي سيدنا محمد والآل وصحبه يا ساكن الأفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لكما نهاية ولا انترام على ابن عبد الله ذي الوجه البكي الكامل المكمل المنبكي سيدنا محمد والآل وصحبه يا من رمى لي أقوالي يا ربنا صل صلاة دائما على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يسارك سيدنا محمد والآل وصحبه يا من رمى لي أحوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة أو الذي لتيرى شرواه حسا ومعنا للذي رآه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من قاد لي آمالي ولي به شرعت ربي صدري كما به حدد فجرا وذري
ولي به رفعت فجلا ذكري ولي به يسرت فجلا امري يا ربنا صل صلاه تسدوم لي باني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور وليتي كما لها تبصر مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبصر الذي بأروم كلما أروم منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآل وصب يا من رادني أقتدي يا من قضاني أضوي الضلال قبل بك وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع يا ربنا صل صلاة تدفع لغير نحو كل ما يروع مع سلام ليجر البشرى بالانتهاء ويزيد الأجر على الذي قدمته لي جلبا سعاجة ولعدايا غلبا سيدنا محمد والآل وصبيا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفرح والفيض بلا حساب يا من بعزن من إخلال في العقد والأقوال والفعال يا ربنا قل الصلاة والسلام إلا الذي مع الذنوب والملام سيدنا محمد والآل وصعب يا من جاد بالمآل يا رب زدني بالرسول علما واتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قل الصلاة والسلام إلا الذي يكرمها بالانفصام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجده يا من حياتي به مباركة جعلت من جل عن مشاركة يا من حمى بالصف والسلام وجدت بالجاه بلا ملام صل بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول احمد وآله وصحبه وابلغ من ان تودف الخيار قبله يا ربنا صل صلاة تصرف لغير نحو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآل وصحبه وعاصم من اعتلال سيدنا محمد والآل وصحبه وعاصم من اعتلال يا ربنا صل صلاة لي تجود بما يسرني وكلية تجيد مع سلام يقلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لوى كلي بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركا صل صلاة للجنان تجلب ولعدوي دون لقيا تغلب مع سلام قائد لما أحب إلى الجنان مانعا ما لا أحب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلده بشارتي بجاكه وكوني ممن لو متصرف في الكون يا ربنا صل صلاة دائما على الذي لا تؤذل خادما سيدنا محمد وسلم والآل والصبي وكل منتمي يا واهب التقريب باقتصاد ومانع الأعداء بانفصال صل صلاة لا تزال قائدا إلى النبي ذي البرع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآل وصحبه يا من قادني سؤالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير نحونا الأثاف يذهب مع سلام بالمراد الياتي على الذي لجاد بالآيات مع سلام بالمراد ياتي على الذي لجاد بالآيات سيدنا محمد والآل وصحبه وعاصمني من الجدار يا ربنا صل صلاة نامية
على الذي إلي قد القافية سيدنا محمد والآل وصاب وعثني من انتسال سيدنا محمد والآل وصاب وعثني من انتسال يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قد شاهدا بأنني عبد الإله وخديم رسولك الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه لنحوي سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ولتذكرا نظمي أضافة لديك واذكرا يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البكي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل صلاة تذيب لغير نحو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام ذهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنطقة مقدومي والآل والصبي ذوي التقديم وجلبي الدار حياتي بسرى له وكلي بالهدى والبشرى له شكوري صار دائن عنك ولا أزال زدياج منك يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من أثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتطرفي إلى سواي ما يسو ينترفي يا ربنا صل صلاة تغرب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك ناجع رئيس الرؤساء سيدنا محمد والآل وصعب واحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآل وصعب في الحال والمآل يا ربنا صل على قطب الكرام سيدنا محمد بالانصرام وآله وصحبه والتطرفي لغير نحو ما أزا ينصرفي يا ربنا صل صلاة بسلام على تبع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآل وصحبه لكملة الرجال وتقني الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لي أطاب ما لفي يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وسلم يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة تدخل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه المحن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعظم يا من قضى لي النفاق وسكوك قبل به ورد لي به الملوك وجد لي بتوبة النصوح وبتقامة وبالفتوح وجدتني قبل بخير تربية بظاهر وباطن وترقية يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدار خيرا أطلب مع سلام قد يزاد ولا ذا لغير نحوي ويصف المنفذ على الذي لا تأروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآل وصحبه يا مصيب الضلال يا ربنا صل صلاة تطوي أني بتدليم يديم عفي على الذي أسري على الطباق به بلا نوم على البرى سيدنا شفيعنا المقدم محمد فقر ذوي التقدم وآله وصحبه وقب النظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكسب له بلا عناء الحجب وعين لك اجعله مسرة النجب وجل نظام وبعبادة مقبولة بابا إلى السعادة وقتل عمك دواما كلا
المصلحين للمنطقة والعباد الصالحين وجعل بنائي به مساجدا عندك لي وتقني المفاسدا وتجعلني كل من أخدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم وتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد أو الذي سميته بمجتبى والآل والأصحاب أجل اتباع وسلم بالتقديم يا رحمن على الذي بيئة الأمان أو الذي سميته بمنتقى والآل والأصحاب أهل الانتقى وصل يا رحيم يا علي على الذي سماته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأخيار أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه وتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرى وقيدني القرور والعصيان والمكر والشيطان والطغيان أكنت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مسليا مسلما على النبي نعو يا زغري بالكتاب مذنبي ملك صلي وتسلم سرمدا على الذي عمر وقر حمدا أو الذي سميته مختارا وقتله في أبد ما اختارا وآله وصحبه كما خدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلتني العلم والبرورا بأدبنا كفيتني القرورا يا ذا السماء والأراضي والخوام إلى رداك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنطق المبراري كونك لي وسنت لي أسراري وصل زرمجا عليه بسلام يا باقيا لا لي توجه الملام يا ربنا صل صلاة تغني كل بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائل ينور قلبي وتاتيني المنى والبصر في كل شيء لجنان راضيا أنك بما تحبه لي ماضيا على الذي بي أروم كلما أروم منك شفيع المعتمى سيدنا محمد وال وصاب يا من قد مخى أوجادي يا من قفاني كل ذي اضلالي لا عزمة من جالب الأقتال وقدني العصمة من فسادي وجملة القلاة والحساد يا ربنا صل صلاة ترفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمة والي جلبت جملة ما يسرني وعزمت وقادني دنيا واخرى أجرا بلا حساب رافع عني ذكرى سيدنا محمد والآل وصاب يا من زهدها الزلزال وصاب يا مزهدها الزلزال وجدت بالتمكين والرزاق وقلت لي مواهب السيوخ وراثة منك إلي للجنان ولسواي أن تحيي ضيق الزمان وقلت صلاة بسلام عالي إلا الذي قدمة أعمالي سيدنا محمد والآل وصاب يا من رم لي أحوالي وذرتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا ربي قل خير صلاة وسلام إلا الذي قد مدى وتمحو الملام أو الذي من قبه نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفا بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صل صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المتقى
محمد وآله وصحبه وخلده وزارتي به وخلد كوني سرورا عن العذاب كوني يا ربنا صل صلاة نامية على الذي من قطوف دانية سيدنا محمد وسلم والآل وصبي وكل منتمي يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دواما راجيا وليحقق رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه أو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا صمد كما بي وابتني الآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لغيرنا الشيطان قطعنا فانصرف في ظاهر وباطن بخيره توجه لجهتي أو ديري يا ربنا صل صلاة بسلام على تبيع السماء في القيام سيدنا محمد والآل وصحبه المذاذ الضلال يا من وابتلي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل ذاك الأسي في وهبتني بركة الباقي الكريم وقيتني المكر بجاهي العظيم يا ربنا صل صلاة تدخل خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنطقة على النبي رسولك المقرب المقربين سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعظمه يا ما حي النفاق والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجدب إلي في الدار خيرا أطلب مع سلام دافع لخيري ما ثاني وليطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك بك يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآل وصعب يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تسهد لي بأني لك قطعا أعبد مع سلام ليقلد البصر على النبي المنتقى خير البصر سيدنا محسفيعنا المقدمي محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من تواسي رسلوك عني كما كفيتني كجلمروك قبل ولا توجه الغرورا لي أبدا وقتني البرورا صلي بتثيم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تقلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل الدر مع سلام جانبي بلا عنال أفضل المطالب على النبي المنتقى محمدي وسيلتي إلى خليلي سمدي وآله وصحبه يا من جعل قل يا رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طائرة لدى العداء بلا لقاء خير مع سلام ليطيب الزمن بلا أذن ولا جوان ولا فتن وليقود البسر والوداد دنيا وأخرى يجلب المراد وليديم ما يحب أبدا على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه يا من وهب لي نوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وخير لي في كل شيء الخيار ربي كما غيابي يا محوط يا خبير ولي وتماشى بلا غرور وقلت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الآل والصبيت بالعدوم يا ربنا صل صلاة أسنى من غيرها على الرئيس الأسنى
سيدنا محمد والآل وصحبه الأرض ذوي القتال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدني بشارة ما أبدا ليتباعا وردا ومددا وقد من قليبهم صلاحا وليبهم تقلج الفلاحا وجدتني بظاهر وباطن وجدتني منك بسر كامن والعلم والعمل والآداب لقد والصواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سلمة عليه في علي ومن نمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مداد يبي وقلمي جعلت مثل أسف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضل وخراب وصرت مثل من جميع الغزوات حضر قبل واجبت الدعوات وقلت لي تعظيما وقربا وقلت لي في كل شيء قربا وعادتي بك غدا عبادا مدية مقبولة سعادا يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتي مع سلام متب لغيرنا سوءا وضرا ويصفي ميرنا للذي ما نمير النبع ميديك ما عداه قمعا سيدنا خليلنا الحبيب محمد القرب والتقريب والآل والصحبه ذوي العباد كما إلي قد خلق العاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا على فسلمدا صل وسلم يا كريم عليه في الآل وقدي ما أروم يا ربنا صل وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين وتكل ربيا وفي كل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالمين للمؤمنات ولكل المسلمات والمحسنات اغفر بخير نقمات وعزم بجاه المنطقة كلية من غير صف وصف نية وجن بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم عرافة النظام خير بركات وذكرنا تشكر من يا ربنا صل بتسليم سما هذا الحوائي وأراضي والسماء الذي قدمت ومعظما سيدنا محمد من عظما وآل به ووجهه يا من له في مجهه قل لا عدو لسوى نادما يا من كفاني بالنبي سما وانصر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل من يضر وجل جهاد وبياع الماضي خير جهاد وبياع راضي ولي أوس ما يزيد حمدا يا صارفا إلى سواي حمدا يا من حماني بأجل الدين يا ربي يا ملك يوم الدين صل وسلم على خير نبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أبكوني سرور البرر يا من قد درر يا كتاب الدررين وكل عاصم من عدا وغررين ويلبي كل يدي خير تقى يا خير منزل يجود بارتقى ما حدث الظن عن قلوبي عن الأذال جدت بالمطلوب هديتني
بقدر قدر وأعدى معين يا من يوجه كل ما مدعو لجد بالباب التقابا مكر فانت خير من تقبلا آمن بالغيب أنفقت فيك من طيب قبل بخدمة نبي الطيب آمنت بالكتب التي أنزلت جميعها وتوبتي قبلت لي غفرت ما تقدم وما قد كان ذا تأخر مقوما لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بآله وصحبه لعبدي ربي قديم المصطفى دي المقدمة نورا يصطفى لعبدي ربي قديم المصطفى دي المقدمة نورا يصطفى أحمد ربي وأمدع الرسول صلى عليه وحباني بسول أوحد الله ولا تؤشركوا شيئا بي حين سواي يشركوا لو أفوض أموري بالنبي عن كل ما لم يرد ذا تجنبي أقرا وجل على كوني له وكونه لي بمن قد فضل هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم ولو الأزمان أقول لا إله إلا له محمد رسول من مولاه لو من الله صلاة بسلام أبقي كما محى العيوب والظلام لو بآلي وصحبي الكرام رمت سلام الذي أعطى المرام إني أقول ذاكرا وشاكرا لله من لي طيب المشاكرا الله ربي وولي أبدا أبدا وغيره لم أعبدا لو على كوني القديمة له علي كوني القديمة للمرتبة الذي هو تقديما لو صلاة من جل بسلام أن يرمت وحباني بالكلام وتعالى مالكي ورافعي وحافظي ورازقي ونافعي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومواله عجبني الله عن الأسرار به مقدما لدى الأبرار محمد صلى عليه الله في الآل والصحب كما أعلاه ما توجل ذالي وصرف باق به ضري لغيري فانظرف دعاني دادي لشكر كوني قديم من جعل نور الكون رسولنا أحمد عز العربي وزينة العجم أعلى قربي سلام جلعة العظيم عن سلام على الذي بي عصمت من قلام وديع سلامك لأفضل البشر في الآل وصبي وقلل البشر للمن دقى قد من أن لا تنفد يا خير مغن لهداك أخفد أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والهواء كما على العتي لك استواه لك البلاد والإباد ولك البر والبر أين فضلك أبلي النبي المنطقة بلا انتهاء في الآل والصحب جميع مستهى صلي عليه سمدا وسلما في الآل والصحب أمن قد أسلما لو أكتب الدار صلاة بسلام أني منك يا قدير يا سلام للمتبع والآل والصحابي أكدو سلامك وسنصحابي أزيل وجملة ما يحب في الآل والصحب فأنت الرب أنت الإله الواجد القهار لك البور ولك الأنحار لك بلا نزاع البرايا يا من بي تقودني قرايا لك ديدنا وتلك الأخرى يا من جعلك نالي ذخرى للنبي المنطقة حيث بدا أغاب مساء سفان أبدا تديمك النام عليه بالكرام من آله وصحبه بالانصرام عليه صل وتسلم في أبد في الآل وصحبه كما مال كبر إليه في المدينة المنورة
والقدم يا موسي ينقص ورم لمن دق المجمل الجميل والقدم بسكر والتجميل بصلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلا عليه صلي سلم جلما سلام يا من بي كفتني كل ملام لو بآله وسبي اكتبي خير صلاة وتقبل كتبي يسير لو جملة ما تأثر على سوى فيما عصر قبل النبي المنتقى بذا النظام أجل الخراف من بسارة عزام وجل أفضل البرايا يا قدير يا غير مغن بإجابة جدير سلام باقي نافع جميل بلال وسبي ذوي التجميل لمن نقى أوت البشارة الكريم يا من لديه من أن ليس تريم لو بآله وسبي رجال أوت المناهد نكد ومجال متديا أنت به ذوي الكمال يا ذا البلاد والعباد والجمال بارك بجاه المصطفى في ذا النظام وجل من باب آياتك العظام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة وتبارك في القلام إذا القلام يا كعمال السحاب يا من كفانا ترى ريح وسحاب للمنقى أجل جميع ما يفي من قديم مني وأمن خيفي أديتني عداية المنتبذة من أهلها أجبت لك منتبذة وجدت لي زمنا ووجها إلى سواي عدا متجها سني وسن مغفر لي معا مفسدا ولا توجني عجا أو وسدا حكم الجد بغير حكمي وجه الفؤاد ذب الذكر المحكم بديع ابلي ان اكون اكبر ايات باقي البي باي الكبرى ادمت باكرا بحق يصطفى بك خديما للنبي المصطفى امين يا رب العالمين اللهم انك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سوري وتعلم ما في نفسي فاغفر لذنبي اللهم اني اسالك ايمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى اعلم انه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورداء بما قدمته لي يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد أهل الدنيا وأهل الآخرة وعلى آله وصحبه وجد بخدمة قديمه في الحال وفي المآل بساراته ومفاخرة وصحنا الدنيا وزهدنا فيها وأورثنا الفردوس والبصرة الوافرة يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وابل شيخنا احمد بن محمد بن حبيب الله ايمانا وعلى نفسه وابل امه رسول الله صلى الله تعالى عليه باله وصحبه وسلم وبارك ما نوى شيخنا احمد بن محمد امين يا رب العالمين انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برنتبا 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 ردا ورحمه وبركه